ورحمة الله وبركاته. يا هلا والله وسهلا، الله يمسيكم بالخير. أحد الإشكاليات اللي موجودة عندنا الثقة العقدية. شلون؟ واحد طالع بيت عقيدته سليمة وصافية، ومجتمع عقيدته سليمة وصافية، فهو يعني من الداخل عنده معيار الثقة العقدية واصل السماء، ما عنده مشكلة يناقش، ما عنده مشكلة يدخل يعني مجموعات أحيانا ضارب اعتقادا، ما عنده مشكلة يفتح مواقع في إشكاليات كبيرة جدا عقدية بحجة أنه عقيدته سليم، وأنه ما شاء الله تبارك الرحمن من طلع على الدنيا يعني عود نبتا على هالمعتقد الصح. الشيء اللي احنا أحيانا ما ندركه أنك أنت صح عقيدتك صح كويسة وجزاك الله خير، لكنك لو سألتك أنا عن 10% من أدلة معتقدك فضلا عن أدلة العقيدة اللي تخالفك، فضلا عن الأجوبة عن الأدلة اللي تخالف معتقدك، يمكنك ما عرفت، فتدخل أنت وكلك ثقة وتطلع ولك معطوب ولك خسران شيء كبير جدا كنت بعافي منه.